السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كم هو صادم أن تخصص صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية افتتاحيتها منذ يومين فقط، تخصصها لتونس تحت عنوان في تونس تتلاشى آخر آمال الربيع العربي وأفضلها. مؤلم أكثر أن تكون خاتمة الافتتاحية الجملة التالية: نحتاج إلى فعل المزيد إذا أردنا إنقاذ ديمقراطية تونس، لأن السيد السعيد لا يستمع، إنه مشغول للغاية في إطفاء آخر آمال الربيع العربي وأفضلها. افتتاحية كهذه في الواشنطن بوست، إحدى أكبر الصحف الأمريكية وأقدمها، الصحيفة التي ساهمت في تشكيل الرأي العام الأمريكي لعقود طويلة، واشتهرت بإثارة قضايا سياسية مهمة في تاريخ أمريكا وربما حتى في العالم، أشهرها فضيحة الووترغيت المعروفة. الصحيفة تصنف أحد المنابر الإعلامية المؤثرة سياسيا في الولايات المتحدة والعالم كما قلت، هذا فضلا عن تقرير مجموعة الأزمات الدولية التي أو الذي أنذر من وقوع اضطرابات اجتماعية لا قدر الله إذا ما تواصل الحال على ما هو عليه من أزمة سياسية واجتماعية خانقة. في وضع كهذا ينتظر من الإعلام التونسي أن يقوم بدوره بل واجبه الأخلاقي والمجتمعي في طرح القضايا الحقيقية وعدم مصادمة هوية الناس ودينهم من خلال ما يقدمه من دراما تلفزية أو حتى برمجة منوعاتية. في الحقيقة ربما كان الأمر سيمر عاديا عند إعلامنا كسابقيه، فإعلامنا الطاهر النقي تعود من سنوات يسربينا في الشهر الفضيل شهر رمضان، يسربينا أولاد مفيدة وأخواتها. قلت كان الأمر سيمر عاديا لولا قرار قناة النهار الجزائرية، قرارها بوقف مسلسل حب ملوك هذا الذي يعرض بالتوازي بين قناة النهار الجزائرية وبين قناة حنبعلة التونسية خلال شهر رمضان، معتذرة قناة النهار عما تسمي لها تضمنه هذا المسلسل من مشاهد وصفت بغير المناسبة، وذلك استجابة لقرار سلطة الضبط الجزائرية. القرار بعيدا عن الصدمة لأن إعلامنا لم يكتفي بالصدمة، تعودنا منه شنق المشاهد وذبحانة وعينه تشوف، فقط نريد أن نسأل من وجهة نظر إعلامية وفنية: إلى متى تظل الدراما التلفزيونية موجهة إيديولوجيا لاستهداف الوعي وتزييفه وتشويه البناء والأنسجة الثقافية والاجتماعية للمجتمع التونسي المسالم المسلم؟ إلى متى تظل الدراما تسيطر على جانب كبير منها مافيا الفساد والإفساد والرداءة في تناول القضايا بالوضاعة والسطحية التي نشاهدها في بنية الحوار والسيناريو وفي تشكيل العقدة الدرامية للمنتج الفني؟ هل أفلست الدراما التونسية ونصوصها لتلجأ إلى الأدراج السرية لبوليس الدولة ولأجهزة المافيا الإقطاعية للثقافة التي تحتكر مصادر تمويل الإنتاج الدرامي؟ لماذا ننتج مسلسلات وأفلام ضد الوعي العام للشعب؟ هذه الأسئلة وغيرها لنا عظيم الشرف والمسؤولية خوض غمار طرحها، هي وجملة من الأسئلة لنتحدث حولها مع ضيف إعلامي مطلع بارز وفاعل في المجال الإعلامي، زميلنا مقداد. مساء النور، صحة شريفتك. شكرا، أهلا وسهلا بك أخي حسين، وتحية لكل مشاهدي قناة الزيتونة، ومرحبا بك. مرحبا بكم ضيفا مبجلا مرة ثانية في هذا الاستوديو، بارك الله حصاد 24.